صباح الخير يا شباب، هدوء هدوء هدوء، هندردش شوية هندردش شوية كده لحد ما ايه ما البروجيكتور ما يجي. هدوء بقى شوية كده، هدوء. احنا زي ما اتفقنا احنا في محاضرة النهاردة هتبقى فاينل ريفيجن، مراجعة كده سريعة على ايه، على معظم الحاجات المهمة اللي احنا اخدناها في المنهج بتاعنا. احنا الكورس بتاعنا هو برمجة هندسية، يعني احنا بنعمل بروجرامينج بس على تطبيقات هندسية. احنا الكورس ده المفروض ان انت طالع منه فاهم كويس قوي يعني ايه معنى برمجة وايه هي خطوات البرمجة، تمام؟ وبعد كده ابتدينا نفهم او نعرف يعني ايه كلمة لغة برمجة، يعني ايه حاجة اسمها سينتاكس اللي هو اتفقنا ان هو شكل الكود. وبعد كده اتفقنا ان انا عندي الكمبيوتر عموما ما بيفهمش غير ايه، غير الماشين لانجوج اللي هو الاصفار والوحايد. طبعا عندنا لغات البرمجة نوعين، يا اما هاي ليفل لانجوج يا اما لو ليفل لانجوج. الهاي ليفل يبقى انت ما بتخشش في التفاصيل الداخلية بتاعت الكمبيوتر، زي ما اتفقنا المثال اللي احنا كنا ضربناه وقتها اللي هو ايه، ان انت صحيت من النوم وحد جاب لك فطار، فانت بتاكل مجرد ان انت بتاكل بدون الدخول في التفاصيل الداخليه الاكل ده عمل ازاي. فانت ساعتها مش مطالب انك تعرف شكل الاركتكشر او شكل الكمبيوتر من جوه كاركتكشر او اورجنايزيشن، او ازاي التعامل مع الميموري او ازاي التعامل مع البروسيسور، الكلام ده كله مالكش دعوه بيه. انت كل اللي انت بتعمله انت بتكتب شويه انستراكشنز، شويه اوامر، والاوامر دي بتتنفذ وشكرا. فالكمبيوتر بالنسبه لك هو عباره عن ايه؟ عن بلاك بوكس، صندوق مقفول كده، ومالكش دعوه بيه خالص. انت كل القصه بتدخل شويه انستراكشنز بيطلع لك الاوت بتاع البرنامج بتاعك. اتفقنا ان احنا كبرنامج عشان اكتب برنامج بعمل ايه؟ اول حاجه بحط حاجه اسمها الالجوريزم بتاعي، او قبل ما احط الالجوريزم بعمل حاجه اسمها انلايز او تحليل للمشكله بتاعتي. اتفضل.
مش عارف هو ايه سبب ان هو ضايع كده، بس يعني ايه هو شغال. بصوا يا شباب، هو ليس في الامكان اكثر من مكان كده، معقول؟ ايه مفيش امل. طيب تعالوا نبدا بقى، هدوء، ما عادش فيه وقت كتير، الحراره بتخلص. انا كده كده جاي متاخر فاهله شويه. احنا اتفقنا ان احنا دلوقتي بالنسبه لاول محاضره احنا كنا بنتكلم فيها ايه هي البرمجه وايه خطوات البرمجه ويعني ايه الجوريزم وشويه الايه التفاصيل اللذيذه دي اللي احنا ايه بدانا بيها الكورس بتاعنا. المحاضره الثانيه ابتدينا نتكلم، المحاضره الثانيه والثالثه ابتدينا نتكلم على المانتيسيس وازاي اتعامل مع المانتيسيس وحاجه اسمها اللينير سيستم. بعد كده ابتدينا نخش على الكنترول ستيتمنتس او الجمل التحكميه، عندنا نوعين منها اللي هو السليكشن او الجمل الشرطيه اللي هي زي اف وسويتش والحاجات دي كلها. وبعد كده ابتدينا ايه نخش في الجمل التكراريه او الريبيتيشن زي الفور والوايل والدو وايل والى اخره. ثم بعد كده ابتدينا نتنقل لايه؟ ان احنا نخش ازاي نعمل كود سكريبت وازاي نعمل كود فانكشن، ازاي اعمل فانكشن واسيبها واسترجيها باسمها فقط لا غير. ثم بعد كده ابتدينا ناخد شويه تطبيقات او ابلكيشنز او زي ما بنسميها احنا في لغه البرمجه اللي هو المانيبوليشن، اللي هو ازاي اعمل سيرش، ازاي اعمل ايديت، ازاي اعمل ديليت، ازاي اتعامل على اي اوبجكت او شغل عموما. مشروع معين، ابلكيشن معين عايز اعمله، مفيش ابلكيشن لغه البرمجه بيخرج من الثلاثه او من الاربعه، الستوري التخزين والسيرش والايديت والديليت. دول اربع
دوال او فور فانكشنز اساسيين في اي ابلكيشن هتلاقيه موجود في اي برنامج معمول. لازم هيبقى فيه امكانيه ان انت تخزن حاجه، لو ما فيهوش امكانيه التخزين فالداتا اللي موجوده فيه لا تقبل التخزين او التعديل، فهتلاقي تقبل السيرش. ما كانش في ستورنج ففي سيرش، طب في ستورنج اكيد في ايديت، اكيد في سيرش، اكيد في ديليت. تمام كده؟ ده كده ملخص اللي انا عايزك تطلع من الكورس ده متعلمه. تعال نطلع، تعال نتكلم بقى على شويه اسئله. شكل الاسئله بتيجي ازاي؟ احنا الامتحان بتاعنا هيبقى يا ترو فولس، يا صح وغلط، يا اما ام سي كيو. هو انا مش يعني ايه القصه دي مش عجباني قوي، تمام؟ يعني انا من ساعه ما طبقوا التجربه دي وانا يعني ماشي، بس هي الفكره ان المفروض بروجرامنج ان انت تكتب برنامج. فخلاص احنا ماشيين مع ايه؟ مع التجربه ونشوف هتوصلنا لفين يعني. فدلوقتي بيقول لك اول سؤال ماتلاب. ماتلاب ده مقصود بيه ايه؟ او كلمه ماتلاب احنا لما جينا شرحنا احنا اشتغلنا الكورس بتاعنا كله على ماتلاب. طيب ماتلاب دي يعني ايه؟ او ستاندز فور ايه؟ او اللي عملها كان يقصد بيها ايه؟ هل هي ماس لايبراري ولا ماتريكس لايبراري ولا ماتريكس لابوراتوري ولا ماتريكس لايبراري؟ هي ماتريكس لابوراتوري، ان انت الشغل بتاعك كله ايه؟ لما ابتدوا يشتغلوا في الماتلاب كان كل القصه ان هي شغل على الاريز او المصفوفات او الماتريسيز بس لابوراتوري معمليه. فهي استندس منين او جايه منين؟ من ماتريكس لابوراتوري. طبعا لو خدت بالك من السؤال الاجابات كلها شبه بعض. فاللي كان بيقول لك الام سي كيو ده مش معايا. اللي هو انت بتقول لي ايه؟ الحمد لله ان هو الام سي كيو تمام. لا، ما هو الاربع اجابات شبه بعض. اللي هيجاوب اللي عارف بس. انما اللي واخدها بالشبه اتفضل. اللي واخدها بالشبه الله يسهل عليك. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. ايه؟ امال اللي كنت بتاخده طول السنه ده ايه؟ ذاكر الفاينل. ذاكر فاينل ريفيجن وذاكر الميد تيرم ديسكشن اللي احنا عملناها بعد امتحان الميد تيرم وشويه الكويزات اللي عندك. وشكرا على التحدي. لما بص السؤال ده بيقول لك الايه بتساوي 1 2 3 او من 1 الى 3 ترانسبوز، دي معناها ايه؟ دي معناها ان انت الايه ده في قيمه 1 2 3 3 قيم، صح كده؟ بس تاخد بالك ان في ترانسبوز بعد مين؟ بعد القوس الثاني. معنى كده ان دي ايه؟ دي صف ولا عمود؟ عمود. يبقى انت دي المفروض ان هي ايه؟ 1 2 3، يبقى دي كانها 3 صفوف في عمود واحد، يبقى انهي اختيار؟ الاختيار بي. طيب السؤال ده بيقول لك اوجد الايرور اللي موجود في الكود اللي ايه اللي بعده ده. بيقول لك اكس بتساوي ماينس 1 الى بوينت 1 الى 4. لما تيجي تبص كده ده كده فيكتور اوله ماينس 1 واخره 4 وبينط الستيب بتاعته بكام؟ ببوينت 1. يعني ماينس 1 ده ايه؟ ده اول قيمه فيه. اللي بعد كده ماينس كام؟ ماينس بوينت 1 بوينت 9 ماينس بوينت 8 ماينس بوينت 7 وهكذا وهكذا لغايه ما توصل للصفر. انت شغال من ماينس، مش احنا خط الاعداد بتاعتنا سالب 1 0 1، يبقى انت سالب 1 اللي بعده لما زود على السالب 1 1 من 10 يبقى ماينس بوينت 1 بوينت 9 ماينس بوينت 8 ماينس بوينت 7 ايا كان. هيبقى بص تبقى اول قيمه سالب 1
القيمة النهائية 4، القيمة اللي بعدها كام؟ سالب 1 زائد بوينت ايه؟ بوينت 1، يبقى ناقص بوينت 9 اللي هي 9 من 10، زود عليها بوينت 1 يبقى ناقص بوينت 8، زود عليها بوينت 1 يبقى ناقص بوينت 7 لحد ما توصل للصفر، ثم بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 بوينت 4 لحد ما توصل لأربعة. أنا مش طالب منك حتة إنك توصل لي إن هما كام في كام، بس أنا عايز منك إيه؟ عشان كده بقول لك أنا الأسئلة كلها تعتمد على مين؟ على المايند، على الذكاء. أنا حاجة زي كده المطلوب مني في الآخر إيه؟ ناقص، صح؟ يبقى أنا ساعتها لازم إيه؟ عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة، صح؟ طيب لما أجي أبص هنا، أنت هنا الستيب بتاعت الأولاني كانت كام؟ بوينت 1، الستيب بتاعت التاني كام؟ 2، يبقى انا كده الدايمنشنز متساويه؟ مستحيل، صح؟ ده الاولاني ده من ماينس 1 لاربعه، بس بوينت 1 ده معنى كده انت ايه؟ من الرقم اللي بعده هتنط 10 نطات او 10 ستيب. يبقى انت لو جيت قلت سالب 1 للصفر ادي ايه؟ ادي مرحله من الصفر للواحد، مرحلة دي كده مرحلتين، اتنين، تلاتة، يعني انت بتتكلم في 5 مراحل، في كل مرحلة من نقطة للتانية 10 نطات، فانت بتتكلم ان كام الطول بتاع الفيكتور؟ الراوند الواحد وخمسين، تمام؟ فلما تيجي تحسبها، هتلاقي نفسك انت بالنسبة لك ايه؟ معايا. المهم فانت القصه بالنسبه لك ايه؟ الدايمنشنز مش متساويه. فمعنى كده ان انا لما اجي اعمل عمليه طرح او ضرب مش هينفع. فده هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي ان اللينس بتاع الاكس لازم يساوي اللينس بتاع الواي، ده لو عايز العمليه تتم. طب العمليه مش هتتم، ليه مش هتتم؟ عشان الدايمنشنز مش متساويه. المفروض في عمليه الجمع او الطرح عدد الصفوف اللي هنا تساوي عدد الصفوف اللي هنا، عدد الاعمده اللي هنا تساوي عدد الاعمده اللي هنا. طيب لو العمليه دي عمليه ضرب يبقى الانر دايمنشنز تكون متساويه، يعني لو انا قلت لك ان الزد بيساوي اكس في واي. يعني دلوقتي احنا اتفقنا الجمع والطرح عدد الصفوف هنا تساوي عدد الصفوف هنا، عدد الاعمده هنا تساوي عدد الاعمده هنا. يعني عدد الصفوف بتاعت الاكس تساوي عدد الصفوف بتاعت الواي. عدد الاعمده بتاعت الاكس تساوي عدد اعمده الايه؟ الواي، لو في عمليه ايه؟ جمع او طرح. طب لو ضرب يبقى عدد الاعمده بتاعت الاولاني اللي هو الاكس لازم تساوي عدد الصفوف بتاعت مين؟ بتاعت الواي اللي هو الثاني، الصفوه الثانيه. يعني من الاخر الابعاد الداخليه الانر دايمنشنز لازم يكون متساوي. لحد كده تمام؟ تمام. تعال نشوف سؤال تاني. بيقول لك نقط از ستيب باي ستيب بروبلم سولفنج بروسس، عمليه حل المشكله خطوه بخطوه. هل هي البروجرام ولا الالجوريزم ولا الكومبايلر ولا الاسمبلر؟ احنا البروجرام اتفقنا البرنامج ده هو ايه؟ شويه جمل مكتوبين عشان يحقق مهمة معينة. طيب الالجوريزم هو ايه؟ هو خطواتك لحل المشكلة، يبقى هو ده الإجابة، هو ستيب باي ستيب بروبلم سولفنج بروسيس. طيب كومبايلر، اتفقنا الكومبايلر ده هو ايه؟ هو الترانسليتور أو المترجم اللي بيترجم من الهاي ليفل لانجوج لمين؟ للماشين لانجوج. طب الاسمبلر، الاسمبلر بيترجم برضه، ترانسليتور أو مترجم بيترجم من مين بقى؟ من اللو ليفل لانجوج زي الاسمبلي لمين؟ للماشين لانجوج. انت مبدئيا انت بتترجم منين؟ للماشين عربي. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال ده، ده سؤال في فاينل السنه اللي فاتت. بيقول لك given the following Bentinck linear system، يعني انت عندك linear system ده بيعمل ايه؟ ده تطبيق فعلي للينير سيستم. انت عندك
شركه دهانات او مصنع دهانات زي مثلا كابسي زي ايا كان اي مصنع من مصانع جوتين اي حاجه من الحاجات دي. فعندك عشان يعمل ميكسنج ما بين الالوان عشان يطلع لك الالوان الحاجات دي المفروض اللي بيعملها ايه الكمبيوتر تلقائي. كل القصه ان انت بتقول له ايه بتظبط له النسب. طب بتظبط له النسب ازاي؟ عندك مثلا سي 3 تنكات في فالفات اللي هو محابس ما بين كل تانك والتاني، فانت بتسمح ليه ان هو يعمل ميكس بنسبه قد كذا من اللون الاولاني، ميكس بنسبه قد كذا من اللون التاني، نسبه ميكس من اللون التالت بنسبه قد كذا. وبناء عليه الكمبيوتر بيدي امر للفالف ده اللي احنا بنسميه اكتويتور بقى اللي هو ايه حاجه بتحرك الفالف نفسه او المحبس نفسه ان هو يفتح لغايه لما يطلع الكميه المطلوبه يعمل الميكس المطلوب ويرجع يقفل ايه ويقفل تاني. فتعالوا نشوف هنا بيقول لك ايه. بيقول لك given following painting linear system that has the form of a x b اللي احنا متعودين عليه اللي هو مصفوفه الكوفيشنت في الاكس اللي انا مش عارفه الانون في مين يساوي مين يساوي البي اللي هو مصفوفه ايه الحد المطلق. فبيقول لك the system consists of a 3 tanks بيكون من 3 تانكات as shown below in the figure. If the operator mixes 3 times هيميكس 3 تايمز من مين؟ من التانك ايه؟ يبقى انت عندك اول معادله 3 في ايه؟ بعد كده and 5 تايمز اوف تانك بي و5 من بي. يبقى نقدر نقول كده مثلا تعالى نتكلم كده نكتب هنا يبقى 3 ايه زائد 5 بي. بعد كده قال لك ايه بقى و7 تايمز اوف تانك سي زائد 7 بعد كده قال لك ايه بقى ذا فاينل برودكت الميكس النهائي هيطلع لك كام 0.9 كيلو جرام. يعني الميكس ده لما تعمله هيطلع لك كام 9 من 10 كيلو جرام. يبقى ده هيساوي كام 0.9. طيب بعد كده قال لك however if the operator على الرغم من لو الاوبريتور عمل ميكس لخمس مرات او خمس اضعاف من التانك ايه يبقى 5 ايه زائد 3 تايمز اوف تانك سي يبقى 3 تايمز اوف تانك سي. يبقى اجي تحت السي كده واكتب هنا ايه 3 سي و 6 تايمز اوف تانك بي زائد 6 اوف تانك بي. الميكس بتاعك ده هيديك كام؟ 8 من 10. But the, if the operator mixes 3 times of tank B يبقى ايه؟ يبقى 3 B and 5 times of tank A يبقى 5 A with 8 times of tank C زائد 8 C الناتج النهائي هيطلع كام؟ 7 من 10. يبقى الكوفيشنت ماتريكس اللي هتطلع عندك كام في الاخر؟ 3 5 7 5 6 3 5 7 8 اللي هي بالنسبه لي هتطلع مين بقى في الاخر اللي هو تشويس رقم بي. السؤال شكله يخض بس الاجابه تافهه. احنا زي ما اتفقنا احنا تطبيقات هندسيه. فاحنا اللي احنا عملناه اللي فات ده تطبيق هندسي فعليا موجود والشركات شغاله بيه. تمام كده؟
تعال نشوف سؤال تاني. هنا بقى الشغل العادي اللي احنا اشتغلناه طول الترم، اللي هو بيقول لك ايه، لو مديك الماتريكس كوفيشنت ماتريكس اللي هو ايه بالمنظر ده، وعايز يكون ماتريكس جديده اسمها سي، ومديك التفاصيل دي. التفاصيل دي معناها ايه؟ ايه اوف 2 3، يبقى الصف الثاني والثالث كوما العمود الاول والثاني. يبقى تعالى نشوف هنا الصف الثاني والثالث، يبقى دي هنا الصف الثاني والثالث، العمود مين بقى؟ الاول والثاني، الاول والثاني، يبقى يطلع كام؟ 4 9 7 8 اللي هو رقم ب. طب تعالوا نشوف بقى سؤال كمان، بيقول لك ايه؟ بيديك الماتريكس ايه وريكوايرد دي بيساوي ايه؟ ايه اوف اند وكوما الكولون او نقطتين في بعض، دي معناها ايه؟ معناها الصف الاخير كل الاعمده، يبقى معناها الصف الاخير كله اللي هو 7 8 0. يبقى لما تلاقي كلمه اند في الصف يبقى معناها الصف الاخير كله. بس الصف الاخير معاه مين في الاعمده؟ هل معاه العمود الاول ولا العمود الثاني ولا العمود الثالث ولا ان؟ لو ان يبقى معناها ايه؟ الصف الاخير، العمود الاخير، يبقى اخر قيمه اللي هي تطلع ايه؟ الصفر. لو ايه اوف ان كوما ان معناها ايه؟ الصف الاخير، العمود الاخير. يبقى الان يبقى معناه عنصر واحد بس اللي هو في حقيقتنا ده اللي هو الصفر، تمام؟ لكن انا لو بمنظر السؤال اللي قدامنا ده، ايه اوف اند كوما نقطتين في بعض او الكولون، ده معناها ايه؟ معناها الصف الاخير كل الاعمده، يعني كل القيم الموجوده في الصف الاخير، تمام كده؟ يعني ده اللي هو يطلع ايه؟ 7 8 0. طيب بيقول لك الديفولت انكريمنت فاليو في الفور لوب از، النطه الديفولت او اللي هم بيسموها ايه؟ التلقائيه او اللي هو الستاندرد بتاعه كام؟ 1. اي ريبيتيشن ستيتمنت سواء فور او وايل او دو وايل او ايا كان، اي ريبيتيشن ستيتمنت الديفولت بتاعها النقطه بتاعتها كام؟ 1. طيب سؤال تاني، هل مسموح في الفور لوب او الوايل لوب او ايا كان اي لوب ان الستيب دي تبقى نيجاتيف؟ ينفع. يبقى انت دلوقتي الاسئله اللي بتيجي على الستيب عموما الديفولت القيمه بتاعتها كام؟ الفاليو الديفولت بتاعتها كام؟ 1. هل الستيب دي ينفع تبقى نيجاتيف ولا لا؟ ينفع طبعا عادي خالص. تعالوا نشوف سؤال كمان، بيقول لك ايه؟ ايه الاوتبوت بتاع البروجرام ده او الكود ده؟ بيديك الايه كقيمه ابتدائيه ب5، وبعدين بعد كده قال لك عندك 2 فور لوب، يعني 2 نستد لوب جوه بعض. اللوب الاولانيه بيقول لك اي من 1 لـ4، والثانيه فور جي من 1 لـ4. يبقى انا هلف جوه اللوب اللي جوه الاول اللي هو الانر 4 مرات، ثم اطلع الف 4 مرات بالظبط، الف 16 مره. يعني انا هاخد الايه اللوب الاولانيه اول لفه الف جواها في اللوب اللي جوه 4 مرات، ثم الف ارجع الف اللفه الثانيه في اللوب اللي بره، اللفه الثانيه في اللوب اللي بره، هدخل جوه اللوب اللي جوه 4 مرات، يعني كاني بعمل 16 لفه، تمام كده؟ فلما اجي انفذ كده تعالوا نشوف، اول قيمه عندي كانت الايه بكام؟ ب5، بعد كده جوه الايه هتساوي ايه؟ بلس 5. الايه الاخيره تطلع بكام بقى؟ بالظبط بالظبط صح كده، فاهمين ولا لا؟ قول اتفهمت ولا لسه؟ تمام. طيب السؤال اللي بعده بقى بيقول لك ايه؟ ايه القيمه بتاعت جي بعد ما نعمل ران للبرنامج ده؟ القيمه الاولانيه
قال لك مديك قيمه ابتدائيه للجي بكام؟ بواحد. بيقول لك واي الجي اقل من او يساوي 5، يعني انا هلف كم مره؟ 5 مرات في الواي. جوه اللوب بقى هلف كم مره؟ 8 مرات. قال لك الجي بتساوي جي بلس 1، وقال لك بعد كده الكي، الكي بعد ايه؟ بعد اللوب، بعد اللوب الثانيه، يعني كي جوه اللوب الاولانيه مش الثانيه. يعني انا هلف جوه اللوب اللي جوه، تمام؟ من جي بتساوي 1 الى 8، الجي بتساوي جي بلس 1. الكي جوه الوايل، الجي جوه الفور. انت عندك 2 مس اللوب، اللوب اللي بره الوايل، اللوب اللي جوه الفور. اللوب اللي بره الوايل هتلف كم مره؟ لا هتلف 5 مرات. الجي بتساوي 1 والجي اقل من او يساوي 5، يبقى هتلف الجي اول مره بواحد. اقل من او يساوي 5 هيدخل. بعد كده لما يدخل هيلف جوه اللي هي 4 اي بيساوي 1 الى 8، هيلف كم مره؟ 8 مرات في الايتريشن الاولانيه بتاعت الوايل. ثم يرجع للوايل تاني، هيزود مين؟ الجي بواحد. يبقى بعد كده الإجابة بتاعت السؤال ده غلط. السؤال ده الإجابة بتاعته المفروض تطلع ايرور. ليه ايرور؟ لأن الكي ملوش قيمة. احنا اتفقنا الكي ملوش قيمة. أيوة فين الكي في الليلة دي؟ احنا اتفقنا إن أنا قبل ما أعمل أي عملية حسابية وأدخل فيها متغير، لازم قيم المتغير اللي داخله في الطرف اللي على اليمين المعادله لازم تبقى معروفه. انا عندي هنا الكي مش عارفها، يبقى الاوت لما اجي اعمل ديسبلاي او يجي يحسب لي قيمه الكي، المعادله بتاعت الكي، كي يساوي كي بلس جي، لازم يدي ايرور. دي اول حاجه. تاني حاجه كمان، لو الكي بقى معروف قيمتها، زي ان انا مدي له قيمه ابتدائيه مثلا بزيرو، هيبقى عندي، هيواجهني مشكله تانيه. ايه هي بقى؟ بص انا لفيت هنا في الجي بقى كام؟ تمانية. ماشي؟ تمانية رفع 9، واحد زائد 8 يبقى 9. ماشي؟ التسعة هاجي هنا، الجي بقى 9، حسبت الكي قفلت هنا، هاجي هنا الجي اقل او يساوي 5؟ لا، يبقى الجي اتكنسلت. يبقى الجي ده في او كده في طوال هنا، لو القيمه بتاعت الكي دي سي انها كانت بصفر، يبقى ساعتها لو الكي انيشالي بصفر يبقى الاوتبوت كام؟ 9، اللي هي قيمه الجي. لو الكي انيشالي بصفر، لو انيشالي الكي بصفر، يبقى ساعتها الكي الجديده بيساوي كي القديمه اللي هي بصفر زائد الجي. الجي بقت بكام؟ 9. يبقى الكي النهائيه بكام؟ ب9. ادي دي قصه. طيب لو السؤال ده اللي فوق بقى مش واي جي، واي الكي اقل من او يساوي 5، يبقى الناتج يطلع كام؟ يعني بدل ما، يعني السؤال ده مكتوب غلط. السؤال ده غلط. غلط في ايه؟ يا اما اللي فوق وايل دي بدل جي تبقى كي، يبقى السؤال صح، او ان انت تدي قيمه ابتدائيه للكي. عشان السؤال ده يطلع الاجابه دي لازم الكي اللي فوق
الجي اللي فوق دي تبقى كي. يعني بص يعني ده يبقى كي عشان الإجابة اللي تحت دي تبقى صح. يبقى وايل كي أقل من أو يساوي 5 يبقى هلف 5 مرات، وجوه الجي في كل مرة 9، يبقى 5 في 9 بكام؟ 45. 45 فيديك في الآخر إن الكي بكام؟ يديك 45، الكي النهائية بتطلع 45. اصبر بس. بص هو هنا بيحصل حاجة غريبة كده، استنى اقولها لك انا. بص هو هنا لما انا ما اديتوش قيمه ابتدائيه للكي قال لي undefined variable كي، طب انا قايل له هنا ايه؟ واي كي اقل من او يساوي ايه؟ 5. لما جينا هنا نشتغلها بقى هندي له قيمه ابتدائيه بالزيرو اهو. تعالى بقى ننفذ الكلام ده، راح نطلع لك الكي كام؟ بستة.
ليه ستة؟ بص، هي القيمة الصح بتاعته، القيمة الصح بتاعته هيمشي دريسنج مع البرنامج واحدة واحدة. أنا دخلت أول مرة، أول مرة أنت حطيت، لما حطيت اللي إيه؟ أنت لما جربت البرنامج بتاعك كنت حاطط فوق جي ولا كي؟ طيب الجي ده كام والكي ده كام؟ الاثنين تسعة. بص، احنا اتفقنا على الشكل ده، على الشكل ده لو انت مش حاطط الكي قيمة ابتدائية لازم هيديك ايرور. اند فايند كي، تمام كده؟ طيب لو انا حاطط الكي مثلا بزيرو، الكي هيطلع بكام؟ تسعة. يبقى كده دي منتهية. تمام؟ تعالى نمشيها بقى الثانية، لو الكي قيمة ابتدائية بزيرو والكي أقل من أو يساوي مين؟ أقل من أو يساوي خمسة. نفذ اللوب اللي جوه في أول إيتريشن. الكي بقت بكام؟ بقت بتسعة. هيجي يروح يلف اللفة الثانية، هيقارن التسعة بتاعت الكي أقل من أو يساوي خمسة ولا لأ؟ لأ، كسر اللوب. طالما كسر اللوب يبقى خلاص الكي النهائية القيمة بتاعته كام؟ بتسعة. يبقى في الحالتين يبقوا ايه؟ تسعة. طبعا هنا في الحالة دي السؤال اللي قدامنا ده الإجابة بتاعته دي إجابة ايه؟ إجابة غلط. هو المفروض إن أنا هنا الإجابة الصح اللي هي مين؟ اللي هي الدي، اللي هي ايرور. طيب السؤال ده هو رقم 11، من أول ما نبص عليه كده الإجابة بتاعته إيه؟ ايرور. ليه ايرور؟ عشان دالة الانبوت ما فيهاش الإيه؟ المسج اللي جوه اللي المفروض تطلع لليوزر. تمام كده؟ اللي هي بين السنجل كوتيشن. طيب تعالى نشوف السؤال ده. السؤال ده بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الأولويات. مين الأولوية؟ أول حاجة الأولوية قلنا إيه؟ لو عندك أقواس. تاني أولوية؟ الإيه؟ القص الاول اللي هو الباور، بعد كده الضرب والقسمه والمده، بعد كده الجمع والطرح. يبقى انا هنا اول حاجه هعملها هحسب مين؟ هحسب القسمه اللي هي 1 على 2 اللي هي نص، واعمل الخطوه اللي بعد كده مين؟ 2 في 6 ب 12 على 3 ب 4، وبعد كده اجمعهم، يبقى ناتج النهائي كام؟ 4 ونص. طيب اللي في وشنا ده، الكود اللي في وشنا، نسمع يا شباب، الكود اللي في وشنا ده، ده سكريبت ولا فانكشن؟ ليه فانكشن؟ عشان بالي ده كلمه فانكشن. معظمكم وقت تسليم المشروع ما كانش عارف الفرق بين فانكشن وبين سكريبت. اي كود بادئ بكلمه فانكشن فهو فانكشن كود، غير كده فهو ايه؟ فهو سكريبت. طيب بيقول لك نقط is the function that used to solve the ordinary differential equation. دي المحاضرة اللي انتوا كنتوا المفروض واخدينها ايه؟ اونلاين. ايه الدالة اللي انا بستخدمها عشان احل الاوردينري ديفرنشال ايكويشن؟ دي سولف. دي سولف اللي هو تشويس رقم بي. المحاضرة دي موجودة على الكلاس روم، محاضرة اونلاين. ايه؟ ايوه فيها الكلام ده كله، البي دي اف والفيديو. ارجع للكلاس روم بتاعك. انت مش متابع الكلاس روم؟ اطلع ارجع للكلاس روم تاني. بيقول لك السؤال ده بيقول لك the number of zero crossing in the following vector. عدد الزيروز اللي هتمر بيها في الفيكتور ده كام؟ تعال ناخدهم واحده واحده. ادي اول صفر صريح، بعد كده من سالب 2 ل 1 ادي تاني صفر، بعد كده تالت صفر صريح، بعد كده من 4 ل 5 ده كده كام؟ احنا وصلنا لكام كده؟ ادي 1 2 3 4، بعد كده
من سالب 5 ل 4 دي كده كام؟ تعالى ناخدهم مع بعض كده. بص ادي اول واحد، ادي اول واحد، وادي من سالب 2 ل 1 ادي كده ايه؟ الثاني، وادي الثالث، وادي من 4 لسالب 5 اهو طلعت من موجب للسالب، يبقى دي كده ايه؟ ده الرابع. ومن سالب 5 ل 4 ادي كده ده الخامس، وادي الصفر السادس، ادي السابع، ادي الثامن، وبعد كده ايه؟ التاسع، ومن سالب 1 ل 2 العاشر. يبقى دي هنا دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى الإجابة الصح هنا كام؟ 10. يبقى الإجابة الصح بتاعتنا اللي هي سي. طالما هتتنقل من موجب لسالب بتحسب صفر، هتنقل من موجب لسالب مش هتمر بالصفر؟ هتمر بالصفر. طب من سالب لموجب يبقى هتمر بايه؟ بالصفر، صح كده؟ يبقى طالما بتمر بالصفر يبقى ده ايه؟ صفر، والصفر الصريح عندك خلاص. طيب تعالوا نشوف السؤال ده، ده السؤال اللي كان جالكم في الميد تيرم. الـ A يساوي 5 F مود A و2 يساوي صفر، معناها كده ايه؟ باقي قسمة الرقم، باقي قسمة الرقم على 2 يساوي صفر، معناها ايه؟ زوجي. لو هو زوجي طلع لي ان هو ايفن نمبر، طب إلس يبقى اود نمبر. طب الرقم اللي عندك كام؟ 5. 5 على 2 ده ايه؟ يبقى باقي القسمة بتاعته 1، يبقى ده ايه؟ رقم اود او فردي. طب لو كان 4 يبقى زوجي. طب لو سالب 5 سالب 5 اود. انا هنا ما بشيكش على موجب او سالب، الشرط بتاعي بتاع موجب او سالب ايه؟ ان الرقم الايه بتاعي ده يبقى اكبر من الصفر. يعني بدل ما اف مود ايه و2 يساوي صفر، دي ان اف ايه اكبر من الصفر. يبقى تاخد بالك من الشرط الموجود، ما تاخدش الموضوع بالشبه. دي الحاجات الصغيره التريكات اللي بتجي لك، اللي انت ايه بتبين ان فاهم من اللي واخد الموضوع بايه؟ بالحب. طيب السؤال ده الشكل ده احنا اشتغلناه؟ اه اشتغلناه. الكود ده بيعمل ايه؟ تعالوا نبص كده، اكس بيساوي سايز اوف في، بمعنى كده هو ايه؟ هو جاب ابعاد الفيكتور اللي اسمه في. الكي بتساوي زيرو، من اي بتساوي واحد الى القيمه الاولانيه اللي هي عدد الصفوف بتاعت الاكس، وجي بتساوي واحد الى القيمه الثانيه اللي هي عدد الاعمده بتاعت الاكس، تمام؟ هي دي، ده اللي ديسيرش. فيبقى هنا هو بيعمل ايه؟ هو بيدور وبيعد، عشان انا كاتب ان الكي بيساوي كي بلس 1، يبقى هو بيدور على قيمه معينه جوه المصفوفه بتاعت الفي، وبيعمل ايه كمان؟ وبيعد ظهرت كم مره جوه المصفوفه. طب واخد بالي منين الكلمه دي؟ ان انا كي بيساوي كي بلس 1، دي محاضره كامله قعدنا نرغي في موضوع السيرش ده. ايه؟ الكي عدد الايه؟ عدد مرات ظهور القيمه دي جوه المصفوفه. في الحالة دي، في الحالة دي أنا هنا طالب مين؟ أه هو بيحط واحد وصفار فعلا أهو، تمام؟ بس هو القصة هنا بيعمل إيه؟ بيعمل سيرش، بيدور على قيمة معينة جوه المصفوفة، تمام؟ وبيعد كم مرة ظهرت جوه المصفوفة. يقول لك الكود اللي ظهر قدامنا ده يوزر ديفايند فانكشن ولا سكريبت؟ ليه سكريبت؟ عشان مفيش كلمة فانكشن. طيب ده نفس السؤال اللي فات، بس الفرق ايه؟ بدل مود ايه مود ايه و2، لا هكتب لك ايه اكبر من كام؟ من الصفر. والاي بدل ما كانت بخمسه بقت بسالب 5، يبقى الناتج ده هيطلع ايه؟ نيجاتيف ايه؟ نمبر. طيب يقول لك كام ايرور هيظهر في المتان لما نفذ الكود ده؟ بص بقى ناخدها واحدة واحدة كده.
انا عندي الاي 1 2 3 يبقى 3 كويل، والبي 1 و2 يبقى قيمتين بس، يبقى الاثنين سايز مش ايه مش متساويين. قال لك السي هيساوي ايه دوت استريك بي، يعني ما اضرب ايه اليمنت اليمنت، يعني بضرب الاليمنت الاولاني في الاليمنت الاولاني، الاليمنت الاولاني بتاع الاي في الاليمنت الاولاني بتاع البي، ثم الاليمنت التاني يعني بضرب الواحد في واحد ثم اثنين في اثنين ثم المفروض ثلاثة في القيمة اللي بعد كده مش موجودة، فده أول ايرور هيظهر لي. تمام؟ أول ايرور هيظهر لي. لو عالجته لو عالجته هيبتدي يظهر لي الايرور التاني، طب ما عالجتوش يبقى ده الايرور اللي ظهر لي. أنتوا فاهمين أنا قلت إيه؟ يبقى أنا دلوقتي اللي قدامي في اثنين ايرور، اللي هو الدي بيساوي السي في الايه، لأن السي والايه الدايمنشنز مش متساوية الانر، انا عندي كده اثنين ايرور. بس السؤال بيقول لك ايه؟ مش بيقول لك كم عدد الايرورز، لا بيقول لك ايه عدد الايرورز اللي هتظهر لك. السؤال يفرق؟ يفرق. طالما بيقول لك هيظهر يبقى انا اللي هيظهر لي مين؟ الايرور الواحد بس اولاني. طيب لو انا قلت لك كم عدد الايرورز الموجوده في البرنامج ككل؟ يبقى اثنين. اتفضل. في ايه؟ الدي بتساوي السي في الايه؟ ماشي. طيب ايه هو الرمز اللي انا بستخدمه عشان اعمل ايفالويت للترانسبوز؟ اللي هو زي الابوستروف ده اللي هو تشوي سي. مين؟ فين الايرور التاني؟ دي بيساوي سي دوت في اي. انا هنا بالنسبه لي عندي اثنين ايرور، الايرور الاولاني في المعادله بتاعت السي والايرور الثاني في المعادله بتاعت الدي، عندي اثنين ايرور. تمام؟ بس لما اجي اقول لي كام ايرور هيظهر لي؟ يبقى اثنين. طيب ما هي بنتي ما هما الاثنين ايرور. انت عندك كده ايرور في معادلتين، عندك معادله ثالثه؟ في معادله ثالثه؟ الايرور بيطلع على المعادله. ايوه المعادله اللي قبلها مين؟ ماشي ادي اول معادله، ثاني معادله دي بيساوي سي في ايه؟ صح؟ يبقى انا عندي المعادله الاولانيه فيها ايرور. لو المعادله دي اتحلت المعادله الثانيه فين؟ جاي بعدين ايرور دي بس عندي اثنين ايرور. الايرور لما بيطلع لي بيطلع لي بيقول لك عندي ايرور في السطر الفلاني دي، ما بيطلعلكش يقول لك انت عندك السطر ده فيه اثنين او ثلاثه ايرور. بالظبط دي معادله. بيقول لك الفيكتور في الماتلاب is equivalent to what is called a ايه بقى؟ هل multi dimensional array؟ لما بنتكلم الفيكتور هي كلمة فيكتور اللي هو ايه؟ يا صف يا عمود. يعني ايه؟ يعني يا صف يا عمود معناها ايه؟ one dimensional array اللي هو مصفوفة أحادية الدايمنشن. يا صف يا عمود. طيب الفيكتور كان بي ايزر ارو فيكتور اور اكولوم فيكتور، ده صح طبعا. طيب لو جينا نقول زيروز اوف 2 الناتج بتاعها ايه؟ اللي هو اربع اصفار صفين عمودين. طب وانز اوف 2 اللي هو تشويس ايه؟ طيب لو عندك الماتريكس دي 1 2 3 4 سم اوف اكس، ده عندك اكس 1 2 3 4 4 كويل صفين عمودين سم اوف اكس تطلع لك ايه؟ او التكهن قال لك 5. مين
الناتج اللي هيطلع لك 4 6 ان هو بيجمع ايه؟ بيجمع كل الاعمده، يبقى الصم بيجمع الاعمده، يبقى الصم بيعمل ايه؟ بيجمع الاعمده. طب عندك دي كده ماتريكس اكس 1 2 3 4 للصف الاولاني، الصف الثاني 3 4 5 6. قال لك ايه اللي من التشويسز دي اللي هيطلع لك 3 5 اللي هو ايه؟ العمود الثاني، عمود الثاني كل الصفوف. يبقى ايه؟ يبقى اكس اوف كولون او كل الصفوف كوما ايه؟ 3 اللي هو تشويس رقم كام؟ رقم دي. رقم دي. تاخد بالك ان في فرق بين البراكتس او الاقواس العاديه والسكوير براكت. السكوير براكت مش في الحاله دي. طيب لو جيت قلت لك which of the following will extract 5 6 7 من الماتريكس دي اللي هي 3 4 5 6 7 8، يبقى هقول له ايه؟ هقول له العنصر من العنصر الثالث الى العنصر الكام؟ الخامس، اللي هي ام 3 الى 5. طيب عندك المصفوفه اللي اسمها اكس 1 2 3 4 5 6، انهي اختيار من دول اللي هيعمل ايفالويت للعنصر 6 بس اللي هو اخر عنصر؟ المهم الصف ده الصف الثاني العمود الثالث، يبقى المفروض اكس اوف 2 كوما 3 وهو مش موجود في الاختيارات، يبقى ايه؟ يبقى نون اوف ذيس. اهو الصف الثاني العمود الثالث، هاته من هنا كده. ما هو ده قلنا ده سكوير براكت. ما هي الاخطاء بتبقى حاجات صغيره زي دي. يقول لك بريك ستيتمنت، جمله البريك بتخرجك منين بقى؟ من الانر لوب ولا الاوتر لوب ولا منين؟ ولا من السويتش ولا الكلام ده كله؟ من الانر لوب ومين؟ والسويتش. يعني انا دلوقتي لو عندي نستد لوب زي ما عملنا 4 و4 وحاطط البريك وبريك جوه وبريك جوه الانر لوب، هتخرجك من مين؟ من اللوبس كلها ولا من انر لوب بس؟ من انر لوب بس، تمام؟ طبعا البريك انا بستخدمها برضه في مين؟ في السويتش، سويتش كيس. طيب بيقول لك وات از ذا اوت اوف ذا فولوينج كود؟ الجي الاي فور اي بيساوي 1 الى 4، فور جي بيساوي 1 الى 4، الاي بتساوي 5، اي هتساوي اي بلس 5. يبقى معنى كده ايه اللي هيحصل؟ الناتج هيطلع كام؟ ها؟ ب10. ايوه الغلطه هنا فين؟ ان انا حطيت الاي فالقيمه بتاعته جوه اللوب، فكل مره هجمع 5 بلس 5 يديني 10. طيب خلاص احنا المفروض الاسئله دي احنا حفظناها خلاص، هنرتب وبعد ما نرتب ناخد كوفيشنت ماتريكس. ايه الاوتبوت بتاع الفولوينج كود ده؟ ما ده لسه حلينه من شويه. انا هنطلع لفوق تاني. بيقول لك فور اي بيساوي 5 الى 1، اي هيساوي اي ناقص 2. عايز مش قيمة الاي بقى، عايز السايز بتاع الاي. لا هو ليه سايز؟ زيرو في زيرو. دايمنشن زيرو. هو يطلع زيرو. بص تعالى ناخدها واحدة واحدة كده. الاي من 5 إلى 1. والاي هيساوي اي ناقص 2. تمام؟ الاي هيطلع كام في الاخر؟ مفيش اي اصلا. انت لما تيجي تنفذ الكود ده الاي الكود ده مش هتنفذ اساسا.
نفسي. احنا اتفقنا ان انا ايه؟ انا مش عايز غياب فرق دماغي. دلوقتي انا بقول ايه؟ رؤاي بيساوي 1 إلى 5. نسمع يا شباب. لما اقول لك باي بيساوي 1 إلى 5 يبقى الف كم مره؟ 5 لفات. لما اجي اقول لك فور اي بيساوي 5 إلى 1 مش هيلف. مش هيلف الا لو حطيته لستيب نيجاتيف. عشان يشتغل من 5 إلى 1 يرجع من 5 إلى 1 لازم احط له هيلف بستيب قد ايه ونيجاتيف. نسمع نسمع نسمع. لو الكلام مش مهم بالنسبة لك اطلع، لكن ما تقعدش تصدع. أنا قلت مش عايز غياب، بتعملوا إيه؟ نقول تاني نقول تاني. فور اي بيساوي 5 إلى 1 هيلف كام لفة؟ مش هيلف ولا لف. عشان كده الاي بكام؟ 0. فالدايمنشن بتاعته كام؟ 0 في 0. ما هو الاي اصلا ما اتوجدش اساسا. لما اجي اقول لك الاي بكام؟ الاي ما اتوجدش اساسا. عشان كده الدايمنشن بتاعته 0 في 0. هو ما فيش ايرور. لما تيجي تنفذي هو مش هينفذ. مش هيديك ايرور. لان ما فيش السنتكس ما فيهوش ايرور. يعني كل اللي انت كاتباه ما فيهوش غلط. ما غلط هو لما يجي يراجع عليه ما فيهوش غلط. بس مش هيتنفذ. ليه؟ لان اللوب نفسها لما يجي يخش فيها مش هيدخل. لما يجي يقول لك فور اي يساوي 1 إلى 5 يبقى يلف 5 مرات. ليه؟ لان الديفولت هنا في الحاله دي كام؟ 1. فور اي يساوي 5 إلى 1 انت ما حددتلوش ستيب نيجاتيف. فيجي يشتغل على الديفولت كام؟ 1. طب ما قيمة النهاية أصغر من البداية مش هيدخل. فهمتوا الفكرة بتاعت دي فين؟ أنا هنا الديفولت انكريمنت بتاعتي بتاعت الستيب 1 والبداية أكبر من قيمة النهاية. فإزاي هيدخل؟ مش هيدخل اللوب أساسا. لكن يدخل اللوب لو أنت حطيت له إن الستيب بتاعتك نيجاتيف فيبدأ من 5. فلو قلت له مثلا ستيب سالب 1 يعني 5 إلى سالب 1 إلى 1 يبقى اول اتريشن كانت الايه؟ الاي ب5. اللي بعدها ينقص 1 تبقى 4، اللي بعدها ينقص 1 تبقى 3 وهكذا. يبقى 1 إلى 5 لو انا هلف من 1 ل 5. طب انا عايز ابدا ب5 يبقى 5 إلى سالب 1 إلى 1. يبقى خلي الستيب السالب 1 اي قيمه مش قضيه. طيب بيقول لك بعد ما تنفذ الكود ده عايز القيمه النهائيه بتاعت الاي والجي. الجي انيشيالي كانت بكام؟ ب0 والاي ب1. واين جي اكبر من 5 هيدخل؟ الجي ب0. هيبقى انت الناتج بتاعك هنا ان الاي بكام والجي بكام؟ هما الانيشال بتاعك اللي هو الجي ب0 والاي ب1 لانه ما دخلش جوه اللوب اصلا. طيب تعال نشوف البرنامج ده. عايز يقول لك ايه الاوتبوت بتاع الكود ده؟ الكي ب0 والاي ب0. وايل الكي اقل من الواحد اند و. يبقى انا في الحاله دي لازم الشرطين يتحققوا. الكي اقل من الواحد؟ الكي اقل من الواحد لانها بصفر. اند الاي اقل من الواحد؟ لانها بصفر. يبقى خلاص ادخل جوه اللوب. الكي الجديده هتساوي كام؟ الكي القديمه زائد 1 يعني تطلع بكام؟ 1. الاي الجديده هتساوي ايه؟ اي القديمه زائد 1 تطلع بكام؟ ب1. بعد كده قلت لك ايه؟ الاي الجديده هتساوي اي القديمه ناقص الكي. يعني 1 ناقص 1 يبقى كام؟ 0. يبقى انت اخر قيمتين كام؟ 1 و0. هاجي بعد كده اخش هنا ارجع تاني الكي اقل من 1؟ لا مش اقل من 1. يبقى كده اللوب دي ايه؟ انكسرت. هاجي ادخل يبقى القيمه النهائيه كام؟ الكي ب1 والاي ب0 اللي هو تشويس رقم كام؟ رقم ايه. طيب
السؤال ده احنا عملناه من شويه. دي كده شويه اسئله مختاره او مقترحه كده من ايه، من الكورس بتاعنا او من ايه، من امتحانات سابقه. اتفضل. هينزل اه. ثانيه واحده.